مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية، محاولة اغتيال مصطفى الكاظمي. كان يراد لمحاولة اغتيال مصطفى الكاظمي أن تكون عملية نظيفة تقضي على رئيس الحكومة وتنهي مسيرته. عملية اغتيال من الجو لا تترك أي آثار ودلائل للجريمة ولا بصمات لمرتكبيها، إلا أن هذه العملية فشلت، ولو نجحت كانت ستعد خلطا للأوراق عراقيا وإقليميا، عشية تطورات وحسابات واستحقاقات متداخلة ومتشابكة. جاء مصطفى الكاظمي من عالم المعلومات والقراءات السرية، ولهذا يعرف القصة بأشواكها المحلية والإقليمية والدولية، وهو ليس مغامرا أو مقامرا، ويدرك جيدا الصعوبات والأفخاخ، ولذا راح يتقدم ببطء وتعقل. جاء إلى الحكم من جهاز الاستخبارات بعيدا عن الأحزاب والتيارات التي كانت تتصارع وتتنازع على السلطة، وتنهش في الجسد العراقي وتستنزف موارده وطاقاته منذ نحو 3 عقود. سعى إلى تركيب سلطة متحررة قدر الإمكان من نفوذ دول الجوار، وعمل على طمأنة الداخل والجوار بالتفاهم مع أمريكا على انسحاب متدرج وشبه كامل لقواتها من العراق، ثم اتبع عربيا سياسة انفتاح وحسن جوار مع الجميع وبالأخص مع السعودية، وتمكن من إعادة وضع العراق على الخريطة الإقليمية بتنظيم مؤتمر دولي في بغداد حول الأمن والاستقرار في المنطقة، كما أنه أظهر جرأة في مكافحة الفساد وشجاعة وتصميما في محاربة الإرهاب والتنظيمات الداعشية وبعض العصابات التي تحدته في بداية حكومته بالاغتيالات. والأهم والأكثر تحدياً أن الكاظمي تمكن من تنظيم انتخابات نيابية حرة ونزيهة، وربما هذه هي خطيئته الكبرى التي لن تغفر له، والتي يتعرض بسببها إلى حملة شعواء وإلى محاصرة المنطقة الخضراء، حيث توجد كل المقرات الرسمية والحكومية والسفارات الأجنبية وبالأخص السفارة الأمريكية رفضاً للنتائج التي خرجت بها تلك الانتخابات. المراقبون يرون أن نتائج الانتخابات الأخيرة عجلت بقرار محاولة الاغتيال بعدما جردت نتائجها بعض الأطراف من الشرعية والمشروعية، وأظهرت أحجامهم الشعبية وكشفت عن انسداد أفقهم السياسي داخليا. بدل أن يكون العراق ساحة لحروب الآخرين، قدم الكاظمي صورة العراق الجسر بين القوى الإقليمية، أرض حوار وشراكة ومصالح ومشروع استقرار في منطقة نزفت على مدار سنوات وتخلفت عن ركب العالم الملتحق بقطار التقدم والثورات التكنولوجية المتلاحقة. ولذا فإن محاولة اغتيال الكاظمي كانت على يد مجموعة من المغامرين العبثيين الذين يتلهون بالطائرات المسيرة الثلاثة التي أطلقوها.